مرحبا يا جماعه، كيف الحال؟ عمرك شفتوا طالب الادبي هو بيجمع كسرين؟ لا يلا تعال، 2 على 3 زائد 5 على 7 اول شيء بنوحد مقامات، يعني عليك 2 ضرب 7 و3 ضرب 7 5 ضرب 3 و7 ضرب 3. بس حبيبي الرقم بالظرف على اليمين. كمل تأدب ادبي الحين، كنت حامد مش فاهم. يلا اوكي، 2 ضرب 7 14 على 21 3 ضرب 7 زائد 5 ضرب 3 15 على 7 ضرب 3 21 ويساوي 29 على 21. برافو عليك، سهل، برافو عليك. بس حبيبي تعال اقول لك شغله. قول لي انت عمرك شفت طالب العلمي وهو بيجمع كسرين؟ صراحه لا. طب روح هناك شوي. ليش؟ تعال. 2 في 7 14، يعني عليك 5 في 3 15، يعني عليك شو الاشاره؟ زائد، يعني عليك 7 في 3 21. يا ويلي، ها 14 15 27، يعني عليك على 21. طب انا حكيت لك من اول سهله.